بعد انسحاب عضوين وضغط حلفائه للانضمام إليه، نتنياهو يحل مجلس الحرب. الولايات المتحدة تتخلف 15 عاماً عن الصين في تطوير الطاقة النووية. مصائب بوينغ لا تتوقف، طائرة ركاب تهبط بسلام بعد حريق بمحركها. في ثاني أيام عيد الأضحى، واصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف عدة في قطاع غزة، وسط ارتفاع أعداد القتلى المدنيين إلى أكثر من 37,000. يأتي ذلك فيما تراوح المساعي الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مكانها. وكان مسؤول إسرائيلي اعتبر أن رد حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في القطاع سلبي، بينما أكدت الحركة أن ردها كان إيجابياً ولم تدخل إلا تعديلات طفيفة على المقترح. في وقت يضغط فيه حلفاؤه للانضمام إليه، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل مجلس الحرب الذي أنشئ بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي. وبحسب الهيئة، فقد أبلغ نتنياهو وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب الوزيرين بن غفير وسموتريتش الانضمام إليه، وذلك بعد أيام من استقالة غانتس وإيزنكوت. في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو سيقيم مجلساً مقلصاً للمشاورات الحساسة بدلاً من المجلس الملغى، فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه كان على نتنياهو حل الحكومة بدلاً من مجلس الحرب. على واقع المواجهات التي استعرت بشكل كبير الأسبوع الماضي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتنامي القلق من توسع المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وصل مستشار كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب. مسؤول بالبيت الأبيض قال أن آموس هوكستن سيتوجه إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك بهدف تجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان، مضيفاً أنه سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول الخط الأزرق بين البلدين. بعيداً عن الحرب في غزة، ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهي معهد أبحاث مقره في واشنطن بأن الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عاماً في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية، إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلاً عن التمويل المكثف. وبحسب الدراسة، فإن لدى الصين 27 مفاعل نووي قيد الإنشاء بمتوسط زمن البناء يبلغ نحو 7 سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى. في خبرنا الأخير، قالت هيئة الإطفاء في نيوزيلندا أن طائرة ركاب من طراز بوينغ هبطت بسلام في مطار بعد أن أدى حريق إلى توقف أحد محركاتها. وهبطت الطائرة التابعة لشركة فيرجن أستراليا التي كانت متجهة إلى ملبورن بأستراليا في مدينة إيفن كارغيل النيوزيلندية بعد أن أدى الحريق إلى تحويل مسارها. وقالت المتحدثة باسم مطار كوينستاون كاثرين نند أن سبب حريق المحرك وعدد الركاب على متن الطائرة لم يعرف بعد، فيما قالت شركة فيرجن أستراليا أن الحادث ربما يكون ناجماً عن ضربة طائر محتملة.